ولنقاش الصراع السياسي في العراق والتقارير التي تؤكد توجه العملية السياسية نحو الانهيار، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. مرحبا بك معنا دكتور. دكتور محمد تسمعني؟ أنا لا أستمع. تفضل دكتور، حياكم الله. دكتور، المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية يقول إن العراق يمر بأزمة وجودية، وهذه طبعا توصيف قد يكون جديدا أن يقول أزمة وجودية بسبب صراع الأحزاب على السلطة. هل كان يتوقع عكس ذلك في ظل المحاصصة الطائفية والحزبية والأداء الحكومي الموجود؟ الغريب بالأمر أن المجلس الأوروبي هو يعرف ما حصل للعراق منذ عام 2003 في احتلاله من قبل الأمريكان والبريطانيين والقوى الأوروبية الأخرى من تدمير كامل. وهو الآن يعطي أهمية ودور كبير للقضية الأوكرانية في أوكرانيا النزاع القائم، لكنه سكت عن ذلك التاريخ الذي لن ننساه أبدا، وهو تاريخ العدوان الذي جاء بهذه الطغمة التي لعبت دورا في تدمير العراق وعملت من أجل العملية ما يسمى بالعملية السياسية والمحاصصة الطائفية والميليشيات وغيرها من الأمور التي حدثت. يقال أنه هو يحكي في الحقيقة أن هناك تطورات لاحقة في العراق على أثر استقالة مجموعة 73 نائبا من البرلمان وهم من الكتلة الصدرية بطلب من السيد الصدر، وبالتالي يعرف أن هناك تطورات على مستوى الشارع العراقي من أجل النهوض بإنهاء العملية السياسية والبدء بتطور جديد لعراقنا. نعم. طيب، ارتكاز العملية السياسية دكتور بالعراق على المحاصصة الحزبية والطائفية، إلى أي مدى ألغى فكرة وجود معارضة في العراق لصالح تقسيم المغانم بين شركاء هذا النظام السياسي؟ بالتأكيد هم جاءوا بمحاصصة طائفية وتقاسموا شراكتهم في الحكومة، وألغوا بالتحديد مسألة المعارضة باعتبار لا يريدون أي معارض لهم، وهم حصتهم في هذه الحكومة ماشية بشكل متوافق مع متطلباتهم في نهب ثروة العراق وتدميره وعدم بناء أي شيء جديد، وإنما هدم القديم على أثر ما جاءوا فيه، ولذلك هم ليسوا بحاجة أبدا إلى معارضة. يريدون سلاسة الأمور من أجل تمشية مصالحهم الشخصية داخل العراق، وحتى تكون هناك طبقة متنفذة من الكتل السياسية التي حكمت العراق منذ الاحتلال عام 2003 ولحد الفترة الحالية. على ذكر هذا الموضوع دكتور، كيف تنظرون إلى استقالة مقتدى الصدر؟ هل هي بدافع وطني، حرص على مصلحة الوطن والمواطن العراقي، أم أنها جاءت بدوافع شخصية ومصلحية؟ أنا باعتقادي أنه الخلاف اللي بين مقتدى الصدر ونور المالكي من جهة، وهو كمان متواجدة ضمن ما يسمى بلجان التنسيق أو في الإطار التنسيقي، مما حدا بأنه يشم رائحة لأن الشعب العراقي هو شعب الانتفاضات، والشعب العراقي لن يسكت أبدا على ما يجري الآن في العراق من تجاوزات على حقوقه المشروعة. ولكن هذه الطروحات التي جاء بها مقتدى الصدر يفضل أن يثبت عليها، لأن هناك أقوال وأفعال سبق وأن رددها مقتدى الصدر وقام فيها لكنه تراجع
بفعل تأثيرات العامل الخارجي الموجود داخل هيمنة السلطة وتواجد ذيوله في السلطة. ولذلك نجد أنه من الضروري الإثبات على عملية ما يقوله، لأن هناك شارع متهيئ لانتفاضة جديدة تشرينية. لا سيما أنها أنها ليست المرة الأولى دكتور التي يعلن فيها الصدر عن هذا الموقف، وهنا السؤال يدور إلى أي مدى يمكن أن تستجيب الأحزاب المنافسة له وتعطيه منصب رئاسة الحكومة أو وزارات مهمة كما أشار تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. هو صرح مقتدى الصدر صرح وبشكل علني أنه لن يشترك في انتخابات يكون فيها الفاسدين، ويقصد هو جماعة التنسيق وجماعة نور المالكي وغيرهم من الموجودين داخل هذه ما يسمى بلجنة التنسيق. هم ينسقوا من أجل وجودهم في حكومة تعطي لهم مشروعية بأنه لا يساقوا إلى المحاكم ولا يمكن، وإنما لديهم حصانة دبلوماسية. هذا هم الذي يريدونه، ولذلك هناك ضغوط. هل هذه الحصانة دكتور المعذرة المقاطعة لضيق الوقت، هل هذه الحصانة أيضا هي حصانة للعملية السياسية من الانهيار، أم أنك تعتقد أن هذا الصراع المحموم وحتى تحذير بعض القيادات مثل هادي العامر الذي قال لن يكون هناك صراع شيعي شيعي، هذا الصراع هل يتجه بالفعل إلى انهيار العملية السياسية بشكل عام، أم أن هناك إمكانية للسيطرة على هذا المشهد من تلك الميليشيات؟ اعتقادي إذا كان الصدر هو صادق فيما يقول ويعمل ويفعل، فهو الذي قال أنه لا رجوع للعملية السياسية، وإنما هو يطالب بحكومة وطنية، حكومة بعيدة عن التحزبات وعن الميليشيات وعن الذيول. هكذا فهمت من خلال خطابه الذي قاله بعد أن شكر النواب الذين قدموا استقالتهم الجماعية من البرلمان العراقي ووافق عليها السيد الحلبوسي، وعلى أساسه يأتوا بمجموعة أخرى من الذين لم يفوزوا ويأتون بتشكيل حكومة وفق إرادتهم. وأعتقد أن الأكراد بما فيهم الحزب الديمقراطي الكردستاني سوف يشارك في حالة تشكيل الحكومة، لأنه يريد أن يكون رئيسا للجمهورية هو باختياره ريبار أحمد المعروف بشخصيته المترددة والهزيلة والمعروفة بعلاقتها مع قوى سياسية وقوى إقليمية بما فيها الصهاينة. نعم. أخيرا، ما احتمالات انفجار الأمور على المستوى الأمني في ظل تعذر أي اتفاق سياسي بين زعامات العملية السياسية؟ أنا باعتقادي أنه الظروف مهيئة، والانتفاضة الجديدة التشرينية أكثر قوة من التي سبقتها وأكثر تنظيما، هو المطلوب حاليا. وحدة القوى الوطنية هي اللي تتجسد فيها لملمة شمل الوطنيين من أجل إنهاء هذه المأساة التي تحل بشعبنا. يكفي إلى متى 20 عاما والشعب العراقي يعاني معاناة لا كهرباء ولا ماء، وإنما هناك تهريب للعملة العراقية وسرقة ثروات العراق ونفطه والمجيء بالمخدرات من أجل تدمير الأسرة العراقية وتدمير المجتمع العراقي. أشكرك دكتور محمد جواد فارس الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من لندن.